بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. طبعا هذه هي جزئية بسيطة أو مقتضبة من موضوع يسمى قيادة التغيير. قيادة التغيير هو ليس بالهين أو ليس أو لا يقتضب في عشر دقائق، إنما هي لمحة نأخذها في هذا الجانب إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا اول ما نبدا به المحاور، واضح الرؤيه، مفهوم اداره التغيير، اهميه التغيير، دواعي التغيير، الطرق الخاطئه في مقاومه التغيير، لمسات الوصول الى التغيير الفعال، كذلك دور القياده في اهداف التغيير. اذا جئنا اولا الى الهدف العام، اكساد المشاركين مهاره قياده التغيير في بيئات العمل والمواقف المختلفه بكفاءه عاليه. لو نلاحظ هنا في المخطط هذا، لدي زمن ولدي تغيير، أحدث التغيير في هذه المنطقة. لو نرى هذا الجانب مع الزمن، أنا مطلوب مني أن أغير وفق ما المستجدات الحياة، المتطلبات، الإمكانات، الأدوات، الوسائل اللي أمتلكها، أغير اللون الأحمر. إذن العلاقة ما تكون طردية بزيادة الزمن، المفروض أن أغير. إذا توقفت ماذا يحدث؟ نمط ثابت، جمود، يتوقف حتى القلب. إذا كذا توقف، معناه بالجانب الطبي أنه إنسان ميت، وهذا تسمى بمنطقة الراحة، وهي التي لا نريدها أن تكون في قيادة التغيير. لماذا نغير؟ كيف تريد أن تكون؟ نتساءل هنا. إذن مفهوم قيادة التغيير، مفهوم قيادة التغيير، ما هي قيادة التغيير؟ ما هي قيادة التغيير؟ من كل مجموعة ناخذ هكذا من اليسار اللي هو مع عقارب الساعة. يعني هو شخص يكون يساعد الأفراد الآخرين على التغيير. يساعد الآخرين على التغيير، يعني يقود تغيير الأفراد. نعم، إحداث فارق بين الحالي والمجموعة الثالثة الرابعة، تطوير مستمر. بعد ما أخذ الجميع على أساس العشر دقائق، تطوير مستمر، تطوير المستمر. إذا قيادة دفة التغيير لإحداث ماذا؟ لإحداث نقلة من وضع إحنا فيه إلى وضع أفضل، من وضع قائم إلى وضع مرغوب، من وضع غير مرغوب فيه إلى وضع مرغوب آخر وأفضل، للتحسين وتطوير القدرة على مواجهة المشاكل التي قد تحدث، مواجهة المشاكل التي قد تحدث. أهمية التغيير، أهمية التغيير، هذا عندي طبعا هنا نشاط، هو عبارة عن جزئي التمرين، هذا يسمى التمرين، والثاني يكون تمرين ومجموعات تبادل الأفكار في نفس الوقت، في نفس الوقت. قبل أن نبدأ بالورقة هذه، نبدأ بالورقة ونأخذ التغيير اللي هو نأخذها بطريقة الحديث. أهمية التغيير، الحفاظ على الحيوية المنتجة، الحيوية المنتجة، أيضا إزكاء الرغبة في التطوير والتحسين والارتقاء، نرتقي إلى مستويات أفضل، التوافق مع متغيرات الحياة. دائما الآن دخلت المتغيرات التقنية، التعليم عن بعد، في الأنظمة داخل مؤسسات العمل، ولذلك لابد أن نكون إحنا متوافقين مع هذا المستوى، الوصول إلى درجة أعلى من الجودة في الأداء. إحنا لنا أرقام، لنا نسب في مؤسساتنا، هذه تتكلم عن جودة، ولذلك يفترض أن تكون أهداف المؤسسات مربوطة بنسب أو أرقام. تنمية القدرة على الابتكار، من قيامين، نبحث ما هو الأفضل، أي طريقة أحسن، ماذا سوف يقدم لنا المستقبل، كيف ممكن نرفع الإنتاجية، كيف نرفع مستوى الخدمة إذا كانت مؤسسات خدمية. الآن عندكم التمرين الأول مع بعض، لو نلاحظ في التمرين الأول الموجود معاكم في الورقة، الموجود معاكم في الورقة، يوجد لديكم تمرين، تمرين صغير للتغيير
كبير. يقوم كل عضو ضمن مجموعته بطرح أسئلة. هذا التمرين أنا أعطيك بالفكرة بس حناخذ دورة واحدة فيه. هذا يحرك العقل ويخليك دائما ولو جربت دائما في بيئات العمل راح دائما تبدل. هذا يقول لك أنا أريد كذا وكذا لأني سوف أصنع كذا وكذا. وأنا أعطيك هناك مثال هنا لو في على السبب يعني يعطيك شيء وتربطه أنت لسبب في مؤسسة المكان اللي أنت موجود فيه. يوضح الفائدة يقول لي مثال عندما أمتلك موهبة الكتابة سوف أكتب لي مقالا رائعا. ثم نعيد مرة ثانية عندما أمتلك موهبة الكتابة سوف أكون خطاط. مرة نعيده عندما أمتلك موهبة الكتابة سوف أكون كذا. عندما أمتلك موهبة الكتابة سوف أكون كذا. تبدأ المجموعة من اليمين المفروض مثلا 4 مرات 5 دورات 6 دورات. هنا أعطيكم فقط الفكرة الاستغلال لأن عامل تمارين عمدا يعني عندي عدة تمارين كذا عمدا على أساس تكون موجودة. الفكرة فيه تبدأ من اليمين عكس عقارب الساعة ثم اليمينك اللي بعده هي لعبة هي لعبة لكن تثبت على ما تريد وماذا سوف تحقق من تغيير. لابد أن يغير يعني إذا خطك ما زلت قل حتى يكون خطي أفضل حتى أستطيع أن أكتب لوحة وألصقها على الجدار حتى أستطيع أن أكتب بمثلا البسملة وأهديها لزملائي في العمل. فأنت تبتكر أشياء سوف تغير في المكان اللي أنت موجود فيه أثناء ذلك التغيير. وضحت اللعبة هي الفكرة لكم كلعبة وطريقتها في التغيير هو عبارة عن تمرين ولعبة دمجنا فيها أسلوبين. دواعي التغيير في التمرين الثاني اللي موجود معاكم في التمرين الثاني أيضا هذا يسمى بالتمرين والعمل تبادل الأفكار فيما بينكم أنتم تجتمعوا عندكم تمرين. هذا التمرين يقول لك دواعي التغيير إما داخلية أو خارجية. وأنا عندي تمرين هذا التمرين أعطيتكم الدواعي موجودة في الأعلى لكن بشكل مالها مبعثة كمجموعة نتشارك فيما بيننا ونعمل على اصطفاف واختيار هذه التمارين ووضعها في المكان المناسب. هذا هو عبارة عن تمرين وأيضا مجموعة تبادل أفكار سريع في نصف دقيقة كتطبيق فقط. صنفوها المبعثة بين الداخلية والخارجية في نصف دقيقة. التغيير السياسي في مكان ربما في مؤثرة خارجية لكن التغيير الاقتصادي خارجي مثلا مدرسة خلاص اذا ناخذ الاجابات داخلنا من كل مجموعه واحد متحدث سريعا نختار واحد متحدث. نبدا الان من اليمين وعكس عقارب الساعه تاخذ اما داخلي وواحد فقط كل مجموعه تعطينا واحد بسم الله داخلي او خارجي وايش هو نعم نقول داخلي اللي هو الروتين وضع مستوى الابداع مجموعة نمو المؤسسة وزيادة حجم النشاط على مستوى التغيير هو الداخلي داخلي إدخال التكنولوجيا الجديدة إدخال التكنولوجيا الجديدة الخارجي ولا داخلي 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 زيتوكي لما
نعم اللي هو داخل. إذا نأتي إلى الداخل الآن، الروتين وضعف مستوى الإبداع، إبداع العاملين، إبداع الأفراد الموجودين في داخل المؤسسة أو القطاع، الرغبة في التطوير أو محاكاة تجارب ناجحة، أيضا نمو المؤسسة وزيادة حجمها، تقسيمات، ربما المهام والاختصاصات، ربما هيكل المؤسسة تغير، أيضا تدبير الروح المعنوية للعاملين وانخفاض درجة ولائهم للمؤسسة. الأفراد ما في تحفيز، ما في حاجة، ولذلك هؤلاء الأفراد مستوى العطاء ماله والمؤشرات ربما تعطي ذلك. تعديل الاستراتيجية المتبعة في المؤسسة، في استراتيجية المؤسسة عندها استراتيجية تغيرت، أتت أدوات ومؤثرات خارجية وكذا، فلذلك لابد أن تتغير الاستراتيجية، إدخال تكنولوجيا جديدة إلى المؤسسة. الخارجية المنافسة، السوق، إذا كان منتج فلا بد أنك أنت تكون أفضل من ماذا؟ من السوق، أنت تقدم لأن الآخرين منافسين لك. أيضا التكنولوجيا، التكنولوجيا تغير المؤسسات، ربما حتى في نفس المنتج اللي أنت جالس تقدمه أو الخدمة في جهة أخرى أفضل منك. ليش؟ لأنها تستخدم التكنولوجيا، ولذلك عندها تبسيطات، إجراءات أقوى والأتمتة أقوى. التغيير السياسي، التغيير السياسي في المؤسسات أيضا مؤثر خارجي، كذلك التغيير الاقتصادي والأزمات المالية الآن حتى ربما أنهت أو قضت على مؤسسات اللي لم تستطيع أن تتعايش مع هذا التغيير. الطرق الخاطئة في مقاومة التغيير، أنا عندي الطرق الخاطئة، هذه بالون برتقالي، هذه بالونة عندكم عشان تعرفوا الطرق الخاطئة. عندي الآن طرق خاطئة وعندي لمسات وحسن فيها. هذا البالونة اللي عندكم أسرع مجموعة رايحة تفجر هذه وتقيم. المجموعة الأولى عندكم الإجابة الأولى، عندكم الإجابة الثانية. لازم في ورقة، في ورقة لك الصورة، هو التمرين هذه حركة مال. إذا نقيم على